معاً لبناء الدولة المدنية، معاً لبناء الدولة المدنية. تحت شعار معاً لبناء الدولة المدنية، نظم ثوار 17 من فبراير التجمع الوطني الليبي الثالث بمدينة طرابلس، والتي احتضنتها بلدية أبو سليم، والذي يجمع الثوار من كل المدن الليبية. طبعا شرف كبير لبلدية أبو سليم أن تحتضن هذا اللقاء. كانت هناك لقاءات تشاورية مع اللجنة التحضيرية، طبعا كان اللقاء سيعقد في العاصمة طرابلس. تم اللقاء معنا بالخصوص مع اللجنة التحضيرية، وتم طلب الاجتماع يعني في قاعات الركسس لما تمثله هذه القاعات من رمز يعني لكل الليبيين، باعتبارها احتضنت أول سلطة تشريعية منتخبة في ليبيا. المجتمعون في طرابلس أكدوا على وحدة الصف والمصالحة بين أبناء الشعب الواحد، بالإضافة إلى إقامة دولة مدنية أساسها دستور توافقي بين كل الليبيين. شعار المؤتمر معا لبناء دولة، معا لبناء دولة مدنية يحكمها دستور، ينظمها دستور ويضمن التداول السلمي للسلطة. هذا من شعارتنا، ونأمل من المؤتمر أن يتناول ملف المصالحة لليبيا عامة، منطقة الشرقية، بنغازي، درنا، جدابية، صبراتة، طرابلس، جنوب، مهاجرين جنوب. الملتقى الوطني الليبي الثالث يأتي ليضم ثوار 17 من فبراير ويجمعهم تحت لواء واحد، ليرسل التطمينات اللازمة لشركاء الوطن ولدول الجوار وللعالم، للتأكيد على سيادة ليبيا وحق الثوار في رسم مشروعهم السياسي. مؤتمر جيد ويحمل رسالة للداخل والخارج بأن الثوار أصبحوا موجودين وأصبحوا لهم قيادة مدنية أو قيادة سياسية أو قيادة عسكرية، فهذا هو اللي ننسب إليه كي نتحدث للعالم نحن وهنا موجودين أو موجودين في الميدان. ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة ومنع عسكرة الدولة، بالإضافة إلى دعم سيادة القانون واحترام القضاء. بهذه المعاني اتفق الجميع على أهداف التجمع. الكل يسعى لأن تعود الحقوق لهذه الدولة، ونطمح بأن تكون لدينا دولة مدنية مبنية على دولة المؤسسات والفصل بين السلطات واحترام القضاء. واعتبر الحاضرون والمشاركون في التجمع بأنه تواصل لجهود الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل ترسيخ الدولة المدنية بعيداً عن حكم الفرد.